السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم أبو زياد، فن صيانة وإصلاح جميع أنواع الغسالات الديجيتال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة معانا حل أعطال غسالات LG أوتوماتيك كامل. غسالة دي يا جماعة زي ما أنتم شايفين كده 10 كيلو غسيل، 5 كيلو تجفيف، موديل LG انفرتر. طيب الغساله دي يا جماعه معانا، احنا عايزين نحل المشاكل بتاعتها او نعرف ايه الاعطال اللي حاصله فيها. الغساله دي يا جماعه التست مود بتاعها، طبعا طريقه عمل التست مود، التست مود دوت ما بيحلش مشكله. بالنسبه للناس اللي بتتابعنا، التست مود ما بيحلش مشكله، التست مود ده بيعمل لك كود اخطاء على الغساله نفسها، بتقدر من خلاله تحدد العطل فين. طيب احنا دلوقتي التست مود بتاع الغسالة دي، زرار الاختياري مع زرار الشطف. احنا يا جماعة عشان نعمل التست مود هندوس الزرارين دول مع زرار الباور. هدوس على الباور كده اهو زي ما انتم شايفين، تمام. الشاشة نورت عندي، اللوحة كده نورت عندي، والقفل لوك الباب قفل. هدوس انا ستارت، المفروض الترومبة عندي شغالة، دي ترومبة الصرف، المفروض ان هي كده الترومبة كده شغالة، تمام. طيب عندي ده الفلتر بتاع الشوائب، الفلتر ده عندي بتاع الشوائب. هنبتدي ان احنا الغساله بتدور معايا اهي، تمام. طبعا الغساله فيها مجموعه سرعات عندي لحد 1200 لفه، المفروض هي بتشتغل دلوقتي معايا. هنختبر عند الموتور والحساس كده، المفروض ان هي الغساله بتشتغل معايا. تختبر اختبرت معايا اول مرحله معايا، اختبرت فيها الترومبة، تاني مرحلة بتختبر ان هي الماتور. هندوس ستارت، مفروض الصمامات بتشتغل، اول حساس نضغط ضغطة كمان. كل ما بنضغط عند الشاشة بتجيب عندي ارقام وحروف. لو في لا قدر الله مشكلة في الجهاز او عندي الجهاز فيه عطل، هتكتب معايا على طول رمز على الشاشة. هندنا نضغط ستارت، تختبر معايا جميع الصمامات، تختبر معايا سرعة العصر حتى 1200 لفة، دي أقصى سرعة في الغسالة. كل ما بندوس عليها لحد ما بتجيب معايا في الآخر كده، طفت معايا. معنى كده إن الغسالة عندي ما فيهاش مشكلة. طب هنيجي نفتح الباب كده ونعمل التست مود، هندوس على الشطف والسبن وندوس باور وندوس ستارت. هتشوف هتدي معانا ايه، هي عماله تسمع صوت القفل بس مفيش اهو. اديت معايا عطل دي اي، ده مشكله في الباب. نقفل الباب، الرمز ده هيمشي معانا، هيتشال معانا دي اي. هندوس تشغيل كده هتشتغل معانا. يبقى احنا عرفنا كده الرمز بتاع دي ايه، ده مشكله في الباب. طيب هي الغساله دي المفروض ان هي بتعلق معانا وبتعمل عطل ال اي. عطل ال اي دايما في الغسالات التوشيبا الحديثه ده بيبقى مشكله عندي في الحساس، مشكله في الحساس. يبقى انا عندي وضع اختبار الغساله دي، رينج مع سبين مع باور، وبعد كده بنضغط ستارت. بدنا نضغط ستارت لحد ما بتختبر معايا جميع مراحل الغساله. لو في حاجه ما اشتغلتش معايا هتدي معايا كود على الشاشه هنا، او كود عطل على حسب الايرور، عطل الباب دي اي، عطل الحساس ال اي، اي عطل تاني هتكتبه على الشاشه. ما ادتش معايا اي اعطال هتيجي في الاخر تطفي وتفتح معايا الايه، الباب بتاعي. تمام يا جماعه، دي كانت معلومتي ليكم النهارده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.